السلام عليكم. ازيكم؟ اخبار جديده واخبار مهمه طبعا من الاقتصاد المصري حضرتك لازم تعرف. اليومين اللي فاتوا دول الجنيه بدل ما هو كان بينزل فجاه كده صعد قصاد الدولار. احنا بنتكلم صعد هنا هو ما ردش ل 48 حتى. لا هو كان نزل قرابه نوع ممكن يكسر 47 او ينزل لحد 46، فجاه كده طلع عدد من البروش وابتدى ينجح تاني في الصعود. هنا بس كافر قلت لك يا نهار ابيض، ده في توقعات ان الجنيه ممكن يصل 49 بنهايه السنه، ده في بعض البنوك قالوا كده. فهل الجنيه فتره قادمه هيرتفع ولا هينخفض؟ وليه اصلا الجنيه بيرتفع؟ ده سؤال مهم جدا. تاني حاجه، الرئيس المصري كان طلع في خطاب وقال ان الوضع الاقتصادي في مصر كان صعب وما زال صعب. السؤال ليه؟ ليه الوضع الاقتصادي صعب؟ وليه الرئيس المصري بيقر ان الوضع الاقتصادي ما زال صعب برغم ان في صفقه راس الحين؟ تفاصيل كتيره واخبار مهمه. بس شو هقول لك عليها ومش فارق كلها، لازم اقول لك القصه من الاول. مصر تشتري اول شحنه من الغاز المسال منذ 6 سنوات، وهي تبحث عن المزيد من الشحنات قبيل دخول الصيف لتلبيه ارتفاع الطلب على الكهرباء وتفادي الانقطاعات التي شهدتها البلاد العام الماضي. قبل اخش في الموضوع قبلك شبلك يمكن ليه لانك نحن معنا نوعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو في ظل الازمات اللي فيها البلد والازمات الاقتصاديه اللي بنعدي بيها كان لازم يبقى فيه حلول، واول حل من ده هو تطبيق جديد، تطبيق اسمه بجنيه. التطبيق الاول من نوعه عالميا للشراء التضامني دلوقتي في مصر. وهو ازاي؟ هو ان انا وانت وحضرتك وحضرتك بنتضامن على اي منتج الكترونيا، واحد فينا بيحصل على منتج، وده عن طريق ان بجنيه واحد بس من اول وابسط المنتجات زي الاكسسوارز والموبايلات واللابتوب والاجهزه المنزليه وغيرها من المنتجات. مش بس كده، الموضوع بيوصل للعربيات، العقارات، وكل ده بيتم من خلال سحب الكتروني عشوائي، ولو تم اختيارك يبقى اشتريت المنتج بقيمه اشتراكك اللي بتبدأ من جنيه، واي منتج تقدر تزود اشتراكك عليه لحد 50% من قيمة المنتج عشان تزود فرصك في الاختيار. هتيجي تسألني طب ولو ما تمش اختياري هل كده بقى يبقى فلوسي راحت عليا؟ هقول لك لا، كل فلوسك بترجع لك تاني في محفظتك بالتطبيق، مخصوم منها جنيه واحد بس هو رسم الاشتراك على المنتج، وقتها تقدر تقدم طلب استرداد او تشترك في منتجات تانية، وبكده تقدر تزود اشتراكك في اي منتج وانت مطمن عشان اي زيادة بتدفعها فوق قيمة الجنيه بترجع لك. المفاجأة هنا ان في كمان هيكون فيه هدية خاصة لكل عملاء قناة سامري. اكتب كود سامري 100 دلوقتي داخل كود شحن البونص وهينزل لك على طول 100 جنيه رصيد في محفظة البونص الخاصة بيك. هسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تجرب تطبيق بجنيه، هو فكره جديده ومبتكره تماما. نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص الاقتصاد المصري. الحقيقه الجنيه ارتفع عدد من القروش امبارح وفضل على وقف النهارده، هو بينزلش قصاد الدولار. مش هقول لك ان هو في اتجاه 48 ان هو يطلع في 48، لا، بس انا بقول لحضرتك ان الناس كلها بتسال ليه الجنيه طلع؟ يا جماعة احنا عملنا صفقة راس حكمة، جالنا تدفقات مالية من الخارج، ايه اللي حصل؟ هي اللي بيفسر الموضوع ده هو بلومبرج. بلومبرج بيقول لك خد بالك ان موضوع ان مصر استورد الجاز تاني من الخارج ده امر خطير جدا، وما تقدرش تعرف هل الحكومة كانت عاملة حسابها انها تستورد الجاز تاني ولا فوجئت ان تدفقات الغاز بالنسبة لها فيها مشكلة. تاني انت بتتجنب ان الحكومة المصرية كان عندها فائض من الغاز كنت بتصدر الفائض ده للخير. جينا السنه اللي فاتت الموضوع الفائض ده مبقاش موجود، وبقينا نقطع الكهرباء او نخفف احمال عشان نعرف نصدر الغاز للخارج ونجيبه عمله صعب. دلوقتي انت بتتكلم ان في شهر الصيف ده الحكومه استورد غاز من الخارج. طيب الحته دي ليه؟ في كذا تفسير. اول تفسير ان ممكن يكون الحكومه المصريه كانت عامله حسابها على عدد من الاكتشافات البتروليه والغازيه يطلعوا كم من الغاز معين يسعفوا بيه الاقتصاد المصري، والواضح كده ان الاكتشافات دي ما جابتش الرقم المأمول. اول حكومه كانت بتعول عليه. تاني حاجه حقل زهر الانتاج فيه ابتدى يقل. تاني اي حقل غاز بتقعد تستخدمه لازم انتاجه يقل على مرور السنوات ولازم تعمل له صيانه. فحقل زهر الاساسي بتاعك ابتدى يقل. كل ابار البترول والغاز على مستوى العالم بيحصل فيها انخفاض طبيعي تدريجي في الضغط يعقبه انخفاض طبيعي تدريجي في الانتاج. نسب الانخفاض العالمية المعمول بيها 10% زائد او ناقص 2، فاحنا هنشتغل على المتوسط العالمي 10% في 5 سنين من بداية حقل زهر، فمفروض ان يبقى انتاجك يصل الى كام؟ 1.5 مليار قدم مكعب غاز. اذا انت النهاردة 2.1 من 10 او 2.3 من 10 ايا كان الرقم، يعني يبقى انت عامل انجاز في انك مبقي عليه
بمعدلات انخفاض 5%، يعني انت محافظ عليه مش بتفرط فيه، فده حق يراد به باطل. كل ده في شهر الصيف انت بتتكلم ان ده هيكون شهر صيف قاسي جدا، درجة الحرارة فيها هتبقى غير معتادة. على فكرة شهر الصيف السنة دي هيكون اقصى من السنة اللي فاتت. فانت بتتكلم الحكومة المصرية مضطرة انها تستورد غاز من الخارج مع انقطاع الكهرباء. يعني لازم تعرف ان الشحنات اللي الحكومة استوردها من الخارج دي لازم تعرف انها برضه هيحصل فيه انقطاع في الكهرباء لان الضغط عالي والحكومة مش هتعرف توفر كمية الغاز المطلوبة. طيب ليه مصر بتستورد غاز؟ يعني ليه مصر ما تبقاش انها مستنية او تحاول انها تخفف احمال اكتر واكتر؟ هو اجابة السؤال ده اللي انا قلت حضرتك عليه، شهر الصيف السنة دي اقصى. تاني حاجة، مصر بتضطر انها تستورد غاز عشان المصانع بتاعتها، مش حكاية البني ادمين فقط اللي احنا عايشين، لا المصانع المصرية ما ينفعش تقف بالساعات، لا لازم تستورد غاز. المشكلة انه الانتاج انخفض شوية ما بين من 6.3 او 6.4 الى 5.8 في الوقت الحالي، وهو ده الرقم اللي عامل الفجوة. لكن اتخيل انه هيتم الاستعاضه بجزء كبير من وقود بديل زي المازوت، وده برضو اعتقد ان وزاره البترول بتوليه اهتمام. ما هوش وقود محبب قوي لدى الكهرباء لانه اصعب في تشغيله من الغاز، لكن المحطات بتشتغل دول، يعني مش ممكن يشتغل مازوت او يشتغل غاز طبيعي. ففاتوره الغاز دي فاتوره بلومبرج بتقول لك ممكن تستنزف الاحتياطي بتاعك، او ممكن يبقى ليها اثار كبيره جدا على صفقه راس الحيط. ايه القصه؟ واحنا هنفضل في الدوامه دي حد امتى؟ يعني احنا هنفضل كل شويه نتجنب اخبار سلبيه؟ ما احنا قلنا بقى بعد صفقه راس الحيط ما دي الدنيا انتهت وهنرجع تاني الاخبار زي الفل، ونرجع بقى نعد في دولارات الجار ده كله. ايه اللي حصل؟ الحقيقه اللي حصل الموضوع ده بتكشفه جريده اشنر وجريده اسمها دويتش فيلا، او موقع اخباري الماني اسمه دويتش فيلا. هي الاثنين بيتكلموا في حاجه معينه، بيقول لك خد ده، ان برغم صفقه راس الحكمه وبرغم تدفقات نقديه من صندوق النقد البنك دولي او اوروبي صندوق الاستدامه البيئي، الكلام ده كله حلو، بس ده ما حلش ازمه الاقتصاد المصري، وده ما كانش الاختبار الحقيقي. انت عبيت نص الازمه، انما الازمه كلها هي كيفيه اداره الاموال دي. هل بعد ما جت فلوس راس الحكمه انت هترجع لسياساتك القديمه؟ ترجع بقى تقعد تصرف في بنية تحتية، تفتح الدنيا كلها بظرف غير طبيعي وانت مش عامل حسابك ايه اللي ممكن الازمات تجيلك من بره، ولا انت هتعرف تدير الفلوس اللي جايلك دي بشكل حكيم جدا عشان تعرف تطلع من الازمه بتاعتك على احسن ما. طب ليه؟ انا خد بالك الحكومه المصريه السنه دي اوعى تفتكر انها هتعيش في نعيم مع صفقه راس الحكمه، حتى مع التدفق الجزء الثاني من صفقه راس الحكمه. لا، الحكومه المصريه السنه دي على حسب جريدة العربية، أنا مش حكيم الكلام ده من عندي، السنة دي أنت عليك رقم كارثي من الديون. الديون اللي عندك السنة دي تقارب ال 30 مليار دولار لازم تسدده، يعني بالظبط 29 مليار و229 مليون دولار. النص الأول أنت عليك 14 مليار و895 مليون دولار، ده النص الأول، مش اللي حكينا بنتكلم في نص السنة الأول، عليك 14 مليار أو قرابة 15 مليار، هل دول تسدده؟ دول خلاص الحكومة بتخلص فيهم. المشكلة في النص الثاني، انت عليك برضه زي لهم، عليك 14 مليار 634 مليون دولار. تاني الارقام دي في 2024، اما في 2025 الوضع ممكن ينزل حبتين، بدل ما احنا بنتكلم قرابة 30 مليار، لا في 2026 انت عليك 19 مليار و434 مليون دولار، يعني بتتكلم في قرابة 20 مليار دولار ديون. النص الاول عليك 11 مليار 155 مليون دولار، ونص الثاني غير 8 مليار 250 مليون دولار. اما في 2026 انت عليك 22 مليار دولار، في النص الاول عليك 11 مليار 158 مليون، والنص الثاني عليك 14 مليار 482 مليون دولار. احنا علينا في السنه دي اكتر من 40 مليار دولار هنسدده. 24؟ في 24. كام؟ 40 مليار؟ تقريبا. منهم ودايع ومنهم جزء سداد اقصى. المطلوب ايه؟ لازم تمد اجل السداد كده على طول، بدل ما تسدد في 24 تسدد في 25 و26 و27. فاوعى تفتكر ان لما فلوس راس الحكمه هتتضغط الاقتصاد المصري انت مشاكلك كده اتحلت، والجنيه هيرتفع بشكل جنوني قصاد الدولار، لان انت ممكن تكون سمعت انك ده هيكسر ال 40، انك ده والله ده هينزل تحت ال 40، هنسمع في 35. يا جماعه الديون المصريه هي الحل الاكبر. صفقه راس الحكمه دي عشان تساعد الدوله انها تعرف تسد الفجوه اللي عندها وتسد ديون المصريه. وتاني
احنا في امل في نجاح المفاوضات ان بتجرى حوالين قطاع غزه في القاهره. والحكومه الامريكيه النهارده على طريق ويليام بيرز قدمت اقتراح جديد للسلام، حماس لحد دلوقتي متردده واسرائيل تكمل حق. ما تعرفش الدنيا هتمشي ازاي في قطاع غزه. انا متفائل والاعلام الامريكي متفائل، بس برضه انت عندك تصريحات من حماس ومن اسرائيل يعني محبطه حبتك، ما تعرفش الدنيا هتمشي ازاي. حل الموضوع ده ايه؟ عشان احنا بقى ايه نقعد نتكلم، انت عليك ديون، عليك ارقام، الكلام ده كله لازم تسنده. الجنيه هيرتفع ولا هينخفض؟ بص الحل كله جاي في بيع الاسهم، الحل كله في بيع الاسهم، ان انت تعرف تنفذ صفقات حكوميه مع تدفقات النقد الاجنبي اللي جالك من الخارج، يبقى انت زي الفل. يبقى انت هتسند الديون اللي عليك، ممكن تعرف تستورد كهرباء، ممكن الجنيه يرتفع اكتر من كده، وفي الدور ممكن توصل بقى ل 43 دولار ماشي، بس صفقات حكوميه تنفذ. ليه الصفقات الحكوميه لحد دلوقتي ما اتنفذتش؟ لكذا سبب. اولا خد بالك ان مساله ان السعوديه تنفذ راس جميله دلوقتي في تراجع سعودي، خاصه بعد تاجيل مشروع نيوم. السعوديه دلوقتي قالت لك احنا بدل مشروع نيوم ده بنخلص 2030، افغانستان موت زمنيه ابعد من كده، او ده قالته بلومبرج يعني. فالسعوديه عندها مشكله في نيوم، معنى كده انها ممكن ما تنفذش الاكثر في راس جميله. تاني حاجه خد بالك من التطورات الموجوده في الخليج، انت بتتكلم ان ايران هتفرض على اسرائيل، والنهارده اسرائيل بتقول لك الرد الايراني ده مش هيكون في العيد، يعني يتوقع كده العيد يخلص والدنيا تهدى وايران ترد. والمخابرات الاسرائيليه النهارده بتطلع تقرير تقول لك ان ايران هتستهدف منشات عسكريه اسرائيليه، مش هتستهدف مدنيين ومش هتستهدف اهداف مدنيه، لا هتستهدف منشات عسكريه، او ده اللي بيقوله برضه التقرير الاسرائيلي. معنى كده ان الخليج في خطر، معنى كده ان الخليج ممكن ما يبقاش قادر على اسعافك الفتره القادمه، ولو اسعافك مش كم الصفقات اللي انت عامل عليها حسابك، يعني انت ممكن تكون عامل حسابك كده على كم الصفقات كبير، لا ممكن يكون اقل شويه. الحكومه المصريه كانت بتتوقع السنه دي انها تحصل على قرابه 7 مليار دولار من بيع الاصول. تاني حاجه اللي نويت عليه جريده الانترناشونال قالت هي المشكله كلها مش في الفلوس، المشكله كلها في تحويل الاقتصاد او تغيير الاقتصاد نفسه. اولا الاقتصاد المصري لازم ينضج، تاني حاجه انت بتتجنب ان الحكومه لازم تخرج من الاقتصاد، فمش حته تدفقات نقديه وضعف الدبر دي ازاي وتجيب فلوس من هنا ازاي، لا ما انت مش هتفضل عايش طول حياتك كده، لازم الاقتصاد المصري يقوم. ولازم الحكومه تتخارب الاقتصاد بشكل او باخر، وده كان منافسي القطاع الخاص بشكل كبير. فيا سيدي احنا عاصرين الحكومه خلال السنه دي وخلال السنه القادمه. ماشي. احنا بعد كده مفيش حكم، لازم عندك الدنيا تتصلح بشكل او باخر. انت الفتره اللي فاتت دي درت الاقتصاد بشكل معين. وحاضر الحكومه يا سيدي كان في مشاكل غير طبيعيه وحاجات كتير قوي الحكومه ما كانتش عامله عليها حساب، حرب روسيا واوكرانيا وكورونا وحرب غزه وكلام ده ماشي، انما الفتره القادمه انت تحدد كل فئه، ما ينفعش تاخد فلوس راس الحكمه وتديل الاقتصاد بنفس الفتره الماضيه. فاللي بتقوله جريد ذا ناشونال قالت لك الاختبار الحقيقي مش ان انت تجيب فلوس، الاختبار الحقيقي ان انت تعدل الاقتصاد بتاعك. وجريد دويتش فيلا وحتى معها مقال نزل من الجارديان البريطانيه بيقولوا المشكله المصريه ان مصر على طول شايفه نفسها انها كبيره انها تقع، وان الحكومه دايما شايفه نفسها انها وقت الازمه هتلاقي حل. لا انت ما ينفعش ان انت تقعد تعمل كده، يجب ان انت تتعلم بشكل مختلف، ويجب ان انت تصمح النصاب بتاعك بشكل مختلف، لان انت ليك شايفه خليك في قلق، في قلق برضه عندك في الصفقات الحكوميه، فانت قدام اختبار حقيقي. حاجه ثانيه، في سفينتين تم احتجازهم في روسيا. السفينتين دول سفينه اسمها وادي سراجه وسفينه ثانيه اسمها وادي الملوك. الحقيقه السفينتين دول كانوا بيحملوا قمح من الجانب الروسي وشالوا القمح على ظهر السفن ورايحين مصر. الروس قالوا لهم لا وقفوا شويه. ليه يا عم؟ قال لك لا معلش عندنا شويه كده، انت ما عادش التراخيص اللازمه اللي انت دقيت. الحقيقه الموضوع بالنسبه لي كان موضوع تافه، ان خلاص المركبين دول هيخلصوا الورق والتصريحات. على فكره ار تي نيوز نفسها قالت كده، قالت السفن خدت التصريح اللازمه وحد غير خلاص. بس الشرق بلومبرج تقول لك لا الموضوع اكبر، لان وزاره الخارجيه المصريه اضطرت تتدخل عشان تحل الموضوع، لان ظهر الروس عندهم مشكله مع الشركه المالكه للسفنتين دول، مشكله اقتصاديه مش مشكله يعني سياسيه ولا حاجه، بس الشركه المالكه للسفنتين دول اضطرت وزاره الخارجيه المصريه انها تتدخل بشكل مباشر عشان تحل الازمه. في سفينه بينهم رجعت، السفينه الثانيه موجوده هناك. هل الموضوع ده مؤشر بيخوف؟ بص بلاش نعمل معاه بالذات مع الروس، يعني بلاش لبش على الروس. على فكره مش عاوزين يعادوك، الروس مش عاوزين اي حاجه معاك خالص، الروس بيحبوك جدا كروس، لان انت واحد من الدول القليله اللي حافظت على علاقتها مع الروس برغم بعلاقتك كويس الحمد لله. بس اخبار زي كده مش يكون ليها تاثير على الاقتصاد، لان انت لما تسمع ان في بركه مصريه عندها مشكله في المواني الروسيه الموضوع بيقلق. طب والمركب الجايه هيعملوا فيها ايه؟ كسب. ف
الحاجات اللي زي دي بيتم التعامل معها بمنتهى السرعه عشان الاخبار ما تنتشرش اكتر والاخبار تتلم ويتم تحجيمها عشان ما تسمعش اخبار سلبيه اكتر من كده. اخيرا وليس عاوز انهي بكلمه للرئيس السيسي، خلاص بدا ولايته الثالثه والراجل يعني كان بيشتكي لاول مره السيسي يشتكي ان يكون في تعليقات سلبيه على ادائه ويكون في الناس مش راضيه، الكلام ده كله للاوضاع الاقتصاديه صعب. بس انا عمري ما شفت الرئيس المصري طلع يشتكي بخصوص انتقادات سلبيه، انا اول مره اشوف يعني اول مره. بس ده دليل لان برضه الرئاسه شايفه وحاسه كويس جدا بالاوضاع الاقتصاديه صعبه وان في غضب وفي ناس مش طايقه عشتها، خلاص يعني زهقنا من الاخبار المصريه. في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالي مننا يعني قلقانه جدا جدا، وبدون شك كان الموقف صعب وما زال صعب، صعب وما زال صعب، لكن ما كانش عندي شك ابدا في الناس. انا بقول الناس اللي هو اهلي اهل مصر ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش مسؤول قوي الا بناسه، وساعه لما ناسه تتخلى عنه خلاص لو عنده كرامه يسيبها ويمشي. طبعا فاللي انا عايز اقول ما ينفعش دلوقتي القياده المصريه تبص للانتقادات، كمل وكمل بطريقه صح وسيب كل اللي حصل ده احنا مش هنقعد نشوف ونبص عليه، كمل حتى ما توصل للطريق اللي انت عاوزه او الهدف اللي انت، لان في الاخر مفيش تقدر تيجي غير ان انت تكمل. يا رب ينجح حضرتك ما تضيعش كلمه وبصت، يا رب يسوي مصر، رب يسوي العرب، رب يسوي فلسطين، يا رب تحيا مصر. سلام. بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين.